عالم الزراعة. اليوم بنعرض لحضراتكم إصابة العنكبوت الشفاف، وكيف إن شاء الله بإذن الله هنعالجها، وإيه المبيدات اللي هنستخدمها، وإيه برنامج الرش اللي قمنا برشه، وعلى مسافات كم يوم لكل رش. وطبعا إذا إن شاء الله المرض يتعالج هتلاقي القمة النامية مشيت بدل ما هي واقفة خلاص من قاعدة، هتلاقيها مشيت، وهتلاقي الورق الجديد ورق طبيعي عادي مختلف عن الوردة، وهيبان إنه المرض خلاص النبات تعافى والمرض. إصابة العنكبوت الشفاف بعد علاجها ما شاء الله بدأت القمة النامية تطلع جديدة، قمة نامية بدأت تظهر وتعطيني نبات طبيعي وعادي. أنا كانت منطقة الإصابة زي ما حضراتكم شايفين الورق اللي كان مصاب، وهنا القمة النامية الجديدة والورق الجديد اللي طالع. نفس الشيء الورقة دي مصابة كان فيها إصابة عنكبوت شفاف، كده ما شاء الله ظهرت جديدة وقمة نامية جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعد ما رشينا وعملنا برنامج العناكب رشينا الانفيدور، بعد يومين رشينا كنجبو، وبعد يومين رشينا ابرون. كانت دي منطقه الاصابه اللي كان فيها اصابه العنكبوت الشفاف عناكب، ودي ما شاء الله القمه الناميه اللي طلعت جديده بعد ما تعافى النبات، خلص ما عادش في عندنا اصابه. نفس الطريقه القمه الناميه دي المنطقه اللي كان فيها اصابه العنكبوت.